السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة اسكنور. رجعتكم بالفيديو، وبهذا الفيديو ان شاء الله راح نطلع الايتم اللي اسمه ديمون باند. اتوقع هي بالعربي تكون ربطة شو اسمه الديمون. ديمون شنو يعني بالعربي؟ شيطان؟ لا مو شيطان، يمكن شيطان بلا، ما ادري. المهم شو يسوي هذا الايتم؟ هذا يطول مدة الموسوريج اللي هي الكهرباء، حيل مفيد اذا بتلعب كيوس ويعني تبي تخلص المرحلة بكيوس وكذي، وهم انه يساعد بعد بالاسلحة الرابعة اذا يعني ما لفلت وشخصية فل. ايه هذا راح نطلع الحين، نروح حق فري مود نلعب هذه اول مرحلة باتل اوف شي ليانج. نلعب مع اليلو تربنز ريبليون او يلو تربنز، مو مهم الصعوبة. واختاروا اللاعب اللي تبونه، انا بنقي ماتشاو لان مثل ما قلت لكم هو اقوى لاعب عندي، او مو اقوى لاعب عندي، اسهل واحد يعني اطلع فيه الايتمز وحب العب فيه واجد. سلاح الرابع هو سهل يعني الشرط، فلا تحاتون الايتمز مو مهم. الايتمز عموما شرطهم سهل، لا تحطون بادي جارد، نصيحة. اوكي، الشرط هو لازم تغلبون ماتشاو اول ما يطلع بالمعركة بأقل من 3 دقائق، وقت طويل على ما يطلع ماتشاو. ما ادري متى يطلع صراحة، ما اذكر، بس راح يطلع هو خلاص المرحلة يعني على ما يطلع الاخ. يا جماعة، في منكم اللي يسأل عن الجزء السادس ويبون ينزل عنه؟ انا ابي انزل عن الالعاب الثانية، بس ابي اخلص من الجزء الخامس. باقي لي الايتمز، لان بسوي ايتمز الجزء الخامس والخامس المطور اكستريم ليجند، لان في كم ايتم يعني جديد حقه هناك مو واجد، والبعد الخيول والجواهر هذولي. فانا بس اخلص من الجزء الخامس، وان شاء الله راح انزل عن السادس اول، لان مثل ما قلت لكم السادس لعبة فاضية. اي في ناس يسألون شلون اطلع لوبو، شلون اطلع الشخصية هذه. يا جماعة قبل لا تسألون خلصوا كل توصيل ستوري مود حق الجزء السادس، خلصوه كله وصدقوني راح يطلع لكم لوبو، سونجيان هذولي. يعني مثلا في واحد كان يسألني شلون اطلع لوبو بالجزء السادس، لوبو بالجزء السادس طلع بس خلص توصيل كل اللاعبين وراح يطلع لك. هو فعلا يعني مو شرط تخلص كل اللاعبين، بس علشان تخلص لوبو، عشان اقول لكم اياها من الحين، عشان تخلص لوبو لازم تخلص توصيلة ليو بي، ساو تساو وسون جيان. وعشان تطلع توصيلة ليو بي، تساو تساو وسون جيان لازم انك تلعب بمملكتهم وتخلص 4 لاعبين من مملكتهم. بالستوري مود حق البلاي ستيشن 3، واللي اغلبكم عنده نسخة البلاي ستيشن 3، في بس 6 لاعبين حق كل مملكة، اللي هم طور القصة. نخلي هذا احمر، ما شاء راح يطلع هني ترى على فترة. في بس 6 لاعبين حق كل مملكة، سونجيان، تساو تساو، ليوبي، القواد هذول منهم، من ضمنهم يعني. اول ما تبدون اللعبة في 3 لاعبين. عشان تطلعون القائد حق المملكة هذه، خلنا نفترض اليوبي، لازم تخلصون 4 لاعبين، 4 قصص من قصص المملكة نفسها. يعني فرضا اذا ناخذ على سبيل المثال شو تبدون ب3 لاعبين اللي هم جاو يون، جوان يو، وجانك في، وتطلعون بعد توصيلة شنو اسمه جوجي ليانغ، وفي
في بعد لاعب سادس بس والله ناسي منو، ناسي منو والله سادس. ممكن اصلا بس هذول الخمسة. لحظة منو كان فيه؟ صدقوني يا جماعة والله اني ناسي، بس لازم تخلصون اربع قصص علشان يطلع لكم القائد حق المملكة هذه. فيعني اللي تسوونه عشان طلعون كل لاعبين قبل لا تشوفون يعني فيديوهاتي اللي بنزلها ان شاء الله بهالفترة، خلصوا كل التوصيل حق كل لاعبين وراح تطلعون اغلب اللاعبين، يعني لوبو هذول راح يطلعون اغلب اللاعبين. اللي راح يبقى عندكم شوية و يعني واجد منهم شروطهم بس خلص المرحلة هذه، مثلا جانج جياو اللي عارف شرطة اذكر بس خلص مرحلة يلو تربن ريبليون ويطلع لك على طول. فكذي راح انزل انا عن اللاعبين الباجين، انا نزلت عن ساورين فيديو قديم، بنزل ان شاء الله عن الباجين. هم مو واجد بس والله يا جماعة اني ناسي منو من شو اللي لاعب زايد. Magic is not going to stop us. لازم اتاكد منها، انا صراحه ناسي والله. اذا مو اللاعبين ست توصيلات راح يكونون خمسه. خلنا نفكر لحظه اللاعبين اذكر كان في غانينغ لوشون جاو يو، هذول ثلاثه سن شينغ شيان كان ماتشاو، نسيت ماتشاو طلع على طول اذبحه. My followers rise and defeat the enemy. We shall show them the way. اوكي الحين راح يطلع لايتم. كاو ظلي بالايتم has been discovered. هذا هو. وللمعلومية ترى بديت العب الجزء الثالث يعني عشان اطور اللاعبين وهذا عشان اقدر انزل، وتذكرت ان اللعبه شلون صعبه. يعني حاولت اطلع سلاح ماتشاو الرابع وفعلا اللعبه قاعد تقولي هذا مكان صندوق، فعلا اللعبه قاعد تقولي طور اللاعب فل وتعلم سلاح ثالث زين وايتم، خلي يكون عندك ايتم ممتاز ذيك الساعه تعال حاول تجرب السلاح. انا كنت طالع، انا انصح تلعبون على لاعبين لان صراحه حيل حيل صعبه اللعبه. الثالث في اشياء خايسه و يعني اللي كل يعرف ولعب الثالث يعرف شنو الاشياء الخايسه اللي فيه. هو انا اقول خايسه هو مو يعني جلتشات وهذا، هو بس شيء يصعب اللعب حيل. يعني مثلا بالجزء الثالث اكثر شيء صعب اللعب انا عندي وهو الاسهم، الاسهم يذلونك ذل ما يخلونك تتحرك فعلا، يعني كانوا بروكن يعني اللعبه مكسوره من نظام الاسهم هذولي. حتى لو تحطه على ايزي ينرفزون. فاي الايتمز اللي اذكر فيه انه سهل يعني شنو اسمه الخيل الحمراء مالت لوبو ريد هير، بس انكم تذبحون لوبو بهلاوغيت على اي صعوبة، بس انكم تذبحونه. وعشان تطلعون لوبو هذا شوي خايس لانه ما طلعونه من ستوري مود، طلعونه من مرحلة هلاوغيت لازم تغلبون 1000 واحد، لازم تذبحون يعني عدد ذبحات 1000. وطبعا تقدرون تذبحون 1000 لان يعني حاطينه باللعبه، وانا طلعته من يمكن اول محاوله. اول محاوله طلعت الايتم اللي هو الريد هير وطلعت لوبو. فاي انا الحين قاعد احاول اني العب ثالث و يعني اطلع عشان اقدر انزل عنه فيديوهات في المستقبل ان شاء الله. خلصنا المرحلة، لأن أنا أحس إن الفيديو طول شوي.
ديمن باند يطول هذه الكهرباء. هذا هو. ان شاء الله انكم استمتعتوا بالفيديو، ان شاء الله انكم ان شاء الله نفاتكم الفيديو. اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامه.